ومعنا الآن من مكتب مبكر سالم للاستشارات القانونية المدير العام والمستشار لهذا المكتب السيد محمد الأستاذ محمد العلوي. بالبداية أستاذ محمد العلوي أسعد الله وقتك سيد. أهلا وسهلا أستاذ. الله يحييك. إحنا إن شاء الله يعني سعيدين بوجودك معنا في هذا البرنامج، برنامج مبادرات وطنية وكفاءات الإمارات. ولكن يعني كسياسة البرنامج دعنا نعرف السادة المشاهدين بحضرتك، وأنت معروف لدى الكل يعني وهذه الشعبية والسمعة اللي اكتسبتها في مدينة العين، ولكن أكيد هناك بدايات وهناك مكان ترعرع فيه السيد محمد العلوي. نرجع للوراء، يعني كيف كانت البداية والانطلاقة في حياتك العلمية والعملية ووصولك إلى ما وصلت عليه الآن سيدي؟ أول شيء أشكر لكم إتاحة الفرصة في هذا اللقاء. الله يسلمك. والقناة الخليجية. المسيرة العلمية طبعا في العين. نعم. جميع المراحل الدراسية بالإضافة إلى الدراسة الجامعية. نعم. نعم. بكالوريوس قانون وتحضير شهادة ماجستير. نعم. يعني تحدث سيدي نرجع للوراء شوي، يعني دخولك إلى سلك القانون كبدايات يعني كان رغبة منك يعني أو تشجيع من الأهل أو الأصدقاء أو الوالد سيدي؟ في الحقيقة رغبة. نعم. رغبة شخصية. نعم. تعلق بالقانون كان من أيام من بعد الثانوية العامة، كانت رغبة في الالتحاق بدراسة القانون. نعم. الحمد لله توفقنا فيه. الحمد لله. نتحدث سيد عن أيضا الشهادات اللي حاصل عليها في مسيرة عملك سيد. نعم. أنا حاصل على بكالوريوس في القانون. نعم. بالإضافة إلى بكالوريوس آخر في الشريعة. نعم. وحضر لشهادة الماجستير. ونتحدث عن هذا المكتب أيضا بالتحديد، يعني مكتب مبكر سالم للاستشارات القانونية، نتحدث متى تم تأسيسه وكيف أجتهم الفكرة أن يعملوا هذا المكتب سيدي؟ ما شاء الله مكتب مبكر سالم تأسس منذ سنة 1984. ما شاء الله. نعم. وله العديد من الأفرع في دولة الإمارات. نعم. في أبوظبي، إمارة أبوظبي، وفي إمارة دبي، وأيضا في إمارة الشارجة وفي مدينة العين. نعم. يعني ما شاء الله عليكم من عام 1984 يعني في هذا القطاع، قطاع سلك القانون. تحدث سيد عن يعني الإنجازات وأبرز الإنجازات اللي حققتوها يعني في الآونة الأخيرة. الحمد لله مكتب بكر سالم لديه العديد من الموكلين من قطاع الشركات. سواء بنوك ومصارف أو شركات لها سمعة طيبة تعمل في الدولة. نعم. فهذا التعاقد بشكل دائم لتكون جميع الاستشارات القانونية والدعاوي من خلال المكتب إنجاز. نعم. ونتحدث سيد يعني عن أبرز المراجعين اللي براجعوك بشكل يومي يعني من داخل هذا المكتب، وآلية التعامل أيضا مع دائرة القضاء، ونتحدث عن التقاضي عن بعد في الآونة الأخيرة في ظل ظروف كوفيد 19. آلية التعايش مع هذه الجهة كيف تعايشت معها؟ نعم. أولا التعامل مع الموكلين سواء شركات أو أفراد. نعم. تكون عن طريق اللقاء مع الموكلين، إذا كان شركات يكون ممثل الشركة، تكون في آلية معينة للتعامل، تكون يعني مثلا في متابعة القضايا، مستجداتهم، المرحلة اللي وصلت إليه من البداية من استلام الدعوة حتى انتهاء الدعوة بالفصل بحكم. بالنسبة للأفراد، الأفراد طبعا تكون بداية تعامل مع الأفراد بالقدوم إلى المكتب، تشاور في الموضوع الدعوة، إعطاء الرأي القانوني في الدعوة، ومن بعد ذلك يكون في مناقشات لتوكيل. أما بالنسبة بعد التشاور مع الأشخاص ممكن بعد ذلك يعني يكون في اتفاق على توكيل المكتب للترافع في الدعوة. نعم.
ونتحدث سيد، يعني هل من مشاكل او معوقات او ملاحظات يعني يواجهها سلك القانون او مكاتب القانون في دوله الامارات المتحده؟ نعم، هو ايضا احنا ما رحنا للشطر الثاني من السؤال، وكان سؤال جدا مهم، هو تعامل دوله الامارات العربيه المتحده في ظل الوضع الصحي كوفيد. نعم. خصوصا انا اتكلم عن القضاء، كان هناك تعامل متميز دولة الإمارات في ظل الوضع الصحي، وذلك من خلال تقديم الطلبات، من خلال الطلبات الإلكترونية. يعني نحن ممكن نقدم طلبات سابقة، ممكن نقدمها عن طريق الذهاب للمحكمة، أما حاليا لا، من خلال الطلبات الإلكترونية نستطيع أن نقدم الطلبات، و دائرة القضاء والمحاكم الاتحادية يرد عليك الموظف على الطلب. نعم. وعلى جميع أنواع الطلبات. بالنسبة للمحاكمات أيضا في الاتصال المرئي، سواء في التحضير الدعوة أو في مرحلة التقاضي أمام القضاء. نعم. اجتماع الخصوم والمحامين وغيرهم من خلال اتصال مرئي، وتبادل مستندات والمذكرات إلكترونيا. نعم. ومن بعد ذلك الحصول على الأحكام أيضا إلكترونيا. أستاذ محمد العلوي، يعني هذا برنامج السؤال والجواب، ولكن نتحدث عن تطور أيضا سلك القانون بدولة الإمارات العربية المتحدة، إلى أين وصل سيدي؟ سلك القانون، القوانين والتشريعات في دولة الإمارات، الكل يلاحظ أن هناك في مرونة في التشريعات، وأنها واكبت في كثير من المتطلبات اللي يحتاجها الأفراد وتحتاجها الشركات، وذلك من خلال تغيير وتجديد في التشريعات. نعم. يعني حتى نذكر على سبيل المثال اللائحة التنظيمية، نذكر على سبيل المثال القانون مرسوم بقانون 26 على 2020 الخاص بالشركات وغيرها من القوانين. نعم. فيوجد مواكبة للتشريع الإماراتي في سن القوانين لمواكبة المستجدات. نعم. ونتحدث سيد عن أبرز الخدمات اللي بيقدمها يعني أبو بكر سالم الاستشارات القانونية، يعني الخدمات اللي بيقدموها سيدي. ما شاء الله، احنا خدمات يعني كأي مكتب محاماة نقدم الاستشارات القانونية الفورية والمكتوبة، كذلك قيد الدعاوي، متابعة الدعاوي من البداية وحتى صدور حكم، وأيضا كذلك أمام التنفيذ. أيضا سواء كانت دعاوى تجارية، مدنية، إدارية، جزائية أو أحوال شخصية وغيرها. أيضا صياغة العقود سواء تجارية، تسجيل الشركات التجارية ومتابعتها، أيضا تسجيل الحقوق الملكية الفكرية وغيرها من الخدمات. ممتاز. أستاذ محمد العلوي، بدنا نأخذ منك رسالة توعية أيضا، وأنت قبل سلك القانون، يعني رسالة توعية للأشخاص المقبلين على القانون بالتحديد، أو الشركات أو الأشخاص المقبلين على الاستثمار في دولة الإمارات العربية المتحدة، يعني كيف تنصحهم سيدي؟ بالنسبة للمقبلين للقانون، القانون طبعا متشعب، محتاج دائما الى مثابره وجهد واطلاع على كل المستجدات. صحيح. فكل ما كان طالب القانون او الشخص القانوني ملم باخر التشريعات كان متميز. بالنسبه للشركات والقطاعات الاخرى والافراد، علاقتها بالقانون علاقه ثقافه، يكون مثقف مطلع على القوانين. بالنسبة للشركات خصوصا يجب أن يكون هناك، إذا لم يكن هناك في شخص قانوني في الشركة، على الأقل يكون هناك تعاون مع أحد
المكاتب القانونية، وذلك لأخذ الاستشارات في الخطوات والعقود التي سوف يقومون بإبرامها مع الآخرين. لأن ممكن معلومة قانونية تجنبك الكثير من العناء، من التقاضي، من حفظ حقوقك. نعم. أستاذ محمد العلوي، تحدثت عن المكتب ونتحدث عن الموظفين والصف والكفاءات أيضا اللي على أساس كنت تختاروهم أيضا لأنهم يتعاون مع هذا القطاع التخصصي القانوني أيضا. نعم، الموظفين عندنا ما شاء الله من الموظفين الأكفاء. نعم. سواء المحامين أو المستشارين القانونيين، ويتم اختيارهم من خلال السيرة الذاتية، من خلال الاطلاع على أداء الموظف في سير العملي، وعندنا ما شاء الله موظفين من عدة سنوات. رسالتك إلى الوطن وقائد الوطن في نهاية البرنامج على نعمة الأمن والأمان، الحمد لله رب العالمين، دولة الإمارات العربية المتحدة تتمتع فيها في ظل شيوخنا وحكامنا دولة الإمارات العربية المتحدة. رسالتك إلى الوطن وقائد الوطن سيد الشاشة، معك والمايك لك. نعم، أولا نحن الحمد لله نعيش في استقرار اجتماعي، وذلك بوجود تسامح في المجتمع من جميع الجنسيات. كذلك نحن نحظى والحمد لله بفضل القيادة الرشيدة باستقرار سياسي داخلي وخارجي، الحمد لله. وطبعا يعني الشكر لصاحب السمو رئيس الدولة الشيخ محمد بن زايد ونائب رئيس الدولة الشيخ محمد بن راشد والقيادة بشكل عام على الجهود التي يقومون بها لخدمة هذا الوطن. نعرف السلام المشاهدين بطاقة الشخصية حضرتك، يعني حفظ لقب ريال البوشمينية، وكيف كانت بدايتها في انطلاقتها في حياتها العلمية والعملية؟ شكرا جزيلا أولا لكم. بسم الله الرحمن الرحيم، أنا اسمي ريا ناصر حمد البلوشي. نعم. مواليد العين. نعم. حاصلة على لسانس قانون من أكاديمية شرطة دبي. نعم. وأنا وحاصلة على شهادات في التحكيم التجاري، أيضا عندي شهادات كثيرة يعني في مجالات الحياة العملية. سابقا عملت في وزارة الداخلية، كان عملي يعني قانوني بحت في مجال التحقيقات ومثل هذه الأمور. ثم بعد أن انتهيت من وزارة الداخلية بالتقاعد، اتجهت إلى العمل الذي أرغب فيه وأحب أن أمارسه، وهو مهنة المحاماة الجميلة والمتعبة نوعا ما، ولكن الحمد لله توفقت في العمل مع الأستاذ أبو بكر سالم جزاه الله خير،
وأنا ما زلت في هذا المهنة منذ 6 سنوات. والحمد لله. نتحدث عن طبيعة عملك أيضا في هذا المكتب ستي، ونتحدث عن الخدمات أيضا اللي بتقدميها حضرتك. نعم، نحن أنا مهنتي محامية في المكتب، أحضر جميع الجلسات اللي أمام المحاكم سواء في أبوظبي أو في دبي أو في العين، نترافع في المحاكم المدنية، أيضا نقوم بالدفاع عن المتهمين في المحاكم الجزائية، نقدم الرأي القانوني الصحيح، إبداء الرأي القانوني الصحيح في كل الاستشارات التي تطلب منا، أيضا نقوم بمساعدة القضاء في الوصول إلى الحقائق، تيسير وتسهيل معاملات الأفراد في التعاملات، يعني إجراءات التقاضي للأفراد. نبدأ الرأي القانوني لكل من يطلب منا الاستشارة القانونية، وكثير من الإجراءات التي نقوم فيها يعني سواء في المحاكم أو داخل المكتب. نعم. هل من قضايا عالقة في المحاكم؟ والله أحياناً سيد الفاضل، يعني أحيانا في قضايا متشعبة، في قضايا تمشي بسرعة، في قضايا تم الإجراءات فيها بسرعة وتنتهي وتأخذ الأحكام، وفي قضايا يعني حسب ظروف كل قضية، قد تحتاج بعض القضايا إلى مدة طويلة حتى يوصل إلى الحقيقة التي يعني ترضي الجميع أو المتقاضي. تحدث ستي عنك انت شخصيا اول شيء، يعني حبك لسلطة القانون كبدايات، يعني مين اللي محفز لك والداعم لك في هذا المجلس؟ انا بالنسبه يعني للمحاماه كانت حلمي من يوم انا كنت صغيره. نحن كان المجتمع عندنا ما في عندنا يعني كثير منفتحين على مهنه المحاماه، ولكن انا كان في عندي من القراءه اللي كنت اقراها والاطلاعات كان عندي يعني رغبه شديده اني انا اكون محاميه في يوم من الايام، والحمد لله خلال دراساتي يعني درست في البدايه ثم توقفت ظروف اجتماعيه خاصه ثم اكملت واستمريت في اكمال الدراسه حتى انهيت الحمد لله، فامتهنت المهنه. ممتاز. ونتحدث ستة عن القوانين الأخيرة، القوانين الحديثة اللي نزلت في دولة الإمارات، القوانين الحمد لله بفضل يعني قيادتنا الحكيمة، قوانين مرنة تستوعب جميع يعني شؤون الحياة بين الأفراد والمجتمعات، أيضا القوانين هذه تم وضعها لتكفل العدالة والمساواة والحرية للمجتمع كافة من كل جهات من كل الجنسيات المتواجدة داخل الدول سواء كانوا مواطنين أو مقيمين أو حتى زائرين. القوانين هذه وضعت مثلا وليس حصرا كمثلا قوانين الشركات التجارية، قوانين المعاملات التجارية، أيضا قانون نبذ الكراهية والتمييز العنصري، هذه القوانين كلها من أهدافها إنها تحقق العدالة والحرية وضمان الحريات للمجتمعات. نعم. على جميع الفئات الموجودة على أرض الدولة سواء يعني على اختلاف جنسياتهم، على اختلاف لغاتهم، على اختلاف معتقداتهم الدينية، استطاعت هذه القانون أن تشجع وتستقطب الكثير من المستثمرين من خارج دولة الإمارات للاستثمار داخل الدولة للإطمئنان. هنا حققت الأمن الحمد لله، قيادة وبتوجيهات قيادتنا حققت الأمن والأمان والاستقرار ونمو الاقتصاد المتسارع في دولة الإمارات. وحدثت أيضا يعني وإحنا الحمد لله رب العالمين بما ذكرت الأمن والأمان، إنه دولة الإمارات العربية المتحدة الله عز وجل حباها في منظومتين، نعمة الأمن والأمان. وإنما وجد الأمان حقيقة وجد الاستثمار والاستقرار، هذا فضل الله عز وجل ثم القيادة الحكيمة لشيوخنا وحكامنا دولة الإمارات العربية المتحدة اللي دائما يصرون ليل ونهار لتوفير أرض راح تسهل لمقيمين ومواطنين. كيف تنظر إلى منظومة الأمن والأمان في هذه الدولة؟ الحمد لله بفضل الله سبحانه وتعالى ومن ثم فضل قيادتنا الحكيمة وتوجيهات شيوخنا ووضع هذه القوانين التي تشجع العالم بأسره أن يكون بيئة دولة الإمارات بيئة حاضنة فيها من الاستقرار والحريات والأمن، الحريات في حدود القانون والأمن والأمان بتطبيق هذه القوانين التي سعت الحكومة في إيجادها وفي النهاية إيجاد السعادة للجميع. أستاذ رايا البلوشي، نحن نشكرك ونتمنى لك التوفيق ومزيد من التقدم والنجاح. هل من رسالة أخيرة أو إضافة معينة في هذا المجال ستي بالتحديد، أو رسالة لمن شئتي؟ رسالتي أوجهها لجميع الزملاء أن مهنة المحاماة مهنة عظيمة ومهنة نبيلة تحتاج من الجهد والصبر والمثابرة والثقافة للكثير.
لابد للمحامي الجديد أن يطلع على جميع القوانين الجديدة التي توضيعها وتشرعها الدولة حتى نصل إلى هذه المهنة إلى مستوى راقي ورفيع من التميز. من هو بشرى عبرون وما هي أبرز الخبرات العلمية والعملية اللي اكتسبتها في حياتك؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أولا بشكر القائمين على هذا البرنامج لإتاحتنا الفرصة لتقديم امتناننا وشكرنا لدولة الإمارات قيادة وشعبا. أنا بشرى عبدون أحمد، أعمل في مكتب الأستاذ أبو بكر سالم منذ ما يقارب 25 عاما. والأستاذ أبو بكر لديه طبعا عدة مكاتب، مكتب في أبو ظبي ومكتب في العين وهذا المكتب ومكتب في دبي ومكتب في رأس الخيمة. والأستاذ أبو بكر طبعا يعمل من 1984، رجل قديم في المهنة، وكان طبعا في الأول في مكتب العمل قبل ما يصدر القانون بأنه عدم الجمع بين الوظيفة العامة والمحاماة. فكان بيعمل في اللي هو في إدارة مكتب العمل في العين في النزاعات العمالية، وبعدين ترك العمل واختصر نفسه على المحاماة، وبعدين بدأ بإنشاء مكتب في دبي، مكتب في دبي ومكتب في العين ومكتب في رأس الخيمة. وهو طبعا رجل غني عن التعريف، ورجل يعني ما شاء الله قديم يعني في استاذ بشرى. نعم. تحدث شوي عن سلك القضاء اللي بتتعامل معه. اوكي استاذ بشرى، شو اهم القضايا اللي ممكن انها تستلمها ضمن مجال عملك، وهي واجهتك اي صعوبات او مشكلات ضمن نطاق عملك خلال سلك القضاء؟ والله طبعا في دولة الامارات ما في حاجة اسمها انه في يواجهنا مشاكل، الحمد لله كل الاشياء اللي ممكن تواجهك ممكن تتحل في داخل إطار المحكمة. لكن في طبعا في قضايا كبيرة، أنا من الناس اللي اشتغلت في قضايا يعني قضية كبيرة، مثلا اشتغلنا في قضايا ما شركة بريطانية كانت بتورد طيارات الهليكوبتر للجيش، واشتغلنا فيها فترة طويلة جدا، وكان طبعا من اكبر القضايا اللي انا شفته. وبعدين طبعا واشتغلنا برضه في اللي هو قضايا بنك الاعتماد والتجاره لما بدت القضايا اللي حصلت دي، القضايا الكبيره اللي شفناها. ولكن عموما يعني الحمد لله القضاء قادره انها تحل اي مشكله قضائيه في الدوله. سعادة المستشار، نتحدث شوي عن أهم القضايا اللي بتتناولها ضمن محاكم البداية والاستئناف العليا، بما أنك أنت مستشار كبير ضمن هاي المحاكم، شو هي أبرز القضايا اللي تناولتها ضمن المحاكم؟ ما زي ما ذكرت لك في قضايا كبيرة، يعني مثلا بنك اللي هو القضايا بتاع بنك الاحتمال والتجارة، دي كانت عدة قضايا اللي كان سببها طبعا البنك وقفات، وكان فيها عدد كبير جدا من المحامين واللي تناولوا القضايا دي. استاذ، ابرز الخدمات اللي انت بتقوم فيها ضمن هذا المكتب؟ طبعا الخدمات الموجوده في المكتب اللي هو خدمه الاستشارات والدراسات القانونيه اللي بنقدمها للعملاء، وخدمه الترافع في جميع القضايا من جنائية ومدنية وتجارية والأحوال الشخصية.